هو يهتم بشيء شو اللي عم بيعمل؟ يهتم زين. بدي اخدم يا اخي. ما بدي اخدم. لا بدي اخدم. فاهم طول. كان مورك هو شنو يمسك. من قيله. كان على الاختار الوقيته من هذا الحرام. شو على اساس تدخل اللبسه؟ عندك طار طار له يا صاحبي طار طار له لبسه وخوات ما عندي شيء لازم اقلبها عندي والله ما بس يعني